طبعا يعني العرض ده وهذه المجموعة من الأغنيات والعرض الفني كمان شاهده السيد الرئيس أيضا، وكان بعنوان بطل الحكاية. خلينا نروح للمشاركة الخاصة بالفنان محمد شاهين اليوم وهو مع الكورال، ونسأله يعني على هذه المشاركة. مساء الخير. مساء النور. النهاردة اليوم كان مؤثر قوي يعني، وكان الحقيقة فيه شجن. كلمني عن المشاركة بتاعتك. مظبوط. هو بصراحة أنا كنت سعيد أشارك حضرتك في كده، والحمد لله يعني قدرنا نوصل رسالة بالإذن الله. أنا وسارة اتحاد، وحابب كمان إن أنا أعزي أسر شهدائنا وربنا يرحمهم جميعا ويدخلهم فسيح جناته، ويبقى حدث عظيم ان الواحد يشارك فيه يعني. الاحساس وانت بتقدم برضو يعني عمل وطني، عمل مختلف، هي مش مجرد اغنيه عاديه او مشاركه عاديه. لا مظبوط مظبوط. انا يعني انا بقدم حاجه كبيره بالنسبه لي. والاغنيه كمان كلامها مؤثر جدا بالنسبه لي، انا في المسرح وبقدم حاجه زي ما بنقول كقوه ناعمه يعني. طبعا احنا بنحاول نوصل رسالتنا يعني. اكيد. طيب. يعني وانا كمان على فكره يعني ماديان ملحن، انا بوجه له الشكر. واستاذ محمد عاطف الشاعر كتب كلام يعني مؤثر بصراحه، ويحيى يوسف الموزع الموسيقي، ومصطفى رؤوف مهندس الصوت. يعني اشتغلنا بقلبنا بصراحه في الاغنيه. اكيد، لان هو الحدث كله من القلب يعني، فطبيعي جدا انه الاغاني تتقدم كمان من القلب يعني. انا بشكرك جدا الفنان محمد شاهين، بشكرك على يعني هذه المداخله.